فيلادلفيا تأسست سنة 2007 كأول مصنع بالأردن الوحيد بالشرق الأوسط في هذاك الوقت، بطاقة إنتاجية مقدار 10 ميجاوات، والآن توسعت فيلادلفيا لتصبح طاقتها الإنتاجية 220 ميجاوات. توظفت شركة فيلادلفيا ما يقارب 250 موظف. بال 2014 استحدثت شركة فيلادلفيا خط إنتاج الألواح والهياكل المعدنية وبطاقة إنتاجية 300 ميجا وات سنويا. فيلادلفيا صدرت 40 يعني بتصدر لأكثر من 40 دولة، منها دول أوروبية، ألمانيا، تركيا، الدنمارك، وبعض الدول العربية الشقيقة، اليمن، دبي، الإمارات، والسعودية كمان. فلسطين هي دولتنا الشقيقة للحدود الأردنية. إن شاء الله راح تكون التعاون في المستقبل بين الأردن وبين شركة فيلادلفيا بالأخص مع الجانب الفلسطيني إن شاء الله. شكر كبير أكيد للسيد عبد الرحمن شحادة، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيلادلفيا الطاقة الشمسية، هو كان صاحب هذه الإنجازات الضخمة في سبيل تطوير فيلادلفيا والنهوض فيها للمستقبل إن شاء الله.